صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فنشكركم أيها الضيف المبجل ونرحب بكم من أعماق قلوبنا ونستقبلكم بكل معاني الأخوة الإسلامية وعواطف التقدير، خاصة مني ونيابة عن مدير جامعة فيضان القرآن الذي أدى دورا فعالا وبذل جهوده الجبارة في انعقاد هذه الحفلة المباركة. أيها المستمعون الكرام، أنتم تعلمون جيدا أن فضيلة الشيخ إذا تلا وقرأ القرآن تلا بالدرر كأن حبات اللآلي تتساقط من أسنانه، وإذا جلس على منصة القراءة امتلك مشاعر المستمعين كأنه عندليب يغني، وأصغى المستمعون إليه وكلهم آذان ويتهافتون عليه تهافت الفراش على النور. لقد حان الأوان، أن نحظى بتلاوة القرآن الكريم، فنوجه الدعوة إلى فضيلة الشيخ سماحة الدكتور فارس القراء محبوب حبيب فيضان القرآن عبد الناصر سعد عبد الباسط الحرق حفظه الله أن يشرفنا بتلاوته الباكية المبكية المبدعة النادرة. له منا الشكر والامتنان. فإنك شمس، والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما شاء الله. يه هوي بات ما شاء الله. پورا حال هو گنج جاوي. ما شاء الله گنج گنج. جري و قل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الله 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 الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الله الله. قل ما صلوا عليه. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي. وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله سبحانه. وفقني يا رب.
وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله سبحانك الحي. وسبح بحمده. سبحانك يا رب. اذكر الله. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الله الله اكبر. سبحانك. وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. الله الوشن الجديد. ما شاء الله تعالى مولانا. اللهم زيدك. صلوا عليه. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الله 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 الله. كل ما ما شاء الله. صلوا على حضرة النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي. ما شاء الله مولانا. وتوكل على الحي. ايوه نعم توكل حي. سبحانك يا رب. وتوكل على الحي. وفقنا يا رب. وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم نعم. الله أكبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسبح بحمده. وسبح بحمده. سبحانه. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الله الله الله. تكبير تكبير. ما شاء الله مولانا. اهتزت هذه القاعة بمقامات حركة ونغمات المتحركة الشجاعة. ما شاء الله. وتوكل على الحي أكبر. لقد نورت هذه القاعة بقراءة كلام الله سبحانه
يوم القيامة إن شاء الله تشهد هذه القاعة بقراءة شيخ عبد الناصر الحرف رحمه الله إن شاء الله. تقبل الله منا ومننا. آمين. الذي خلق السماوات والأرض. نعم سبحانك. وما بينهما في ستة أيام. سبحان من خلق السماوات والأرضين. ثم استوى على العرش. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ما شاء الله يا شيخ تخاطب بكلام الله سبحانه. ما شاء الله ما شاء الله حلاوة. الرحمن فاسأل به خبيرا. سبحانك يا رب. الرحمن فاسأل به خبيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. الله تكبير. أكبر. أحسنتم. تكبير يا مولانا والله العظيم. ما أحسن هذا الوصل. الرحمن على العرش. فاسأل فاسألوا بخبير النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم شأن الرحمن. فاسأل شأن الرحمن بخبير النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. الذي ذهب إلى عرش الرحمن. ما شاء الله. سبحان الله وبحمده. ما شاء الله مولانا. زدنا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. نعم هو الرحمن. أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. يا سلام يا سلام. يرحم يا رب. تبارك. أيوة تبارك. تبارك. ما شاء الله. تبارك الذي جعل في السماء أيها الضيف مقامتك كالماء الذي يسير إلى الحدور. ولله دره من قال وإنني أريد أن أقدم
أن أقدم إلى خدمتكم هذا البيت. أخذنا بأطراف الحديث بيننا، سالت بأعناق المطي الأباطح. ما شاء الله، الله يبارك فيك. ما شاء الله، شكرا شكرا. تبارك الذي جعل في السماء خروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الله الله الله، سبحانك يا رب. ما شاء الله. الله 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 تبارك الذي جعل في السماء أيها القمر، أيها القمر، تنير قراءتك هذه القاعة والمستمعين. أنت بدر ساطع، أنت نجم لامع يتلألأ على سماع القراءات. ما شاء الله، اللهم زيدك يا مولانا. الله أكبر. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. أيوة. الله الله الله، سبحانك يا رب. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد يذكر أو أراد شكورا. نعم، غلوش هذا الزمان. الله يبارك فيك، صحبتكم السلامة والعافية. اللهم زيدك. وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على هون يا مولانا. على كلمة هون زيد الناس، علمني يا أستاذ. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ما شاء الله، ما شاء الله. الله تقبل الله. ما شاء الله، تبارك الله. الله الله، اذكر الله. وعباد الرحمن. حلاوة، راية،
شاء الله شيخ أوتي فضل الرحمن أولينت لك القراءة كما أولينا لداود عليه السلام الحديد وألنا له الحديد ما شاء الله اللهم زيدك الله الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الله الله أكبر ما شاء الله مولانا انت تقرأ من قلبك من قلبك الى قلبك قلوبنا الله اكبر الله اكبر اثلجت قلوب المستمعين ما شاء الله مولانا الله 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 والذين يبيتون لربهم سجدا وفقنا يا رب اللهم اجعلنا منهم الله الله وفقنا وفقنا الله والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم الله يا سلام أعاذنا الله سلمنا يا رب آمين إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما أيوة ما شاء الله أديت مولاني مستوى جميل الله الله أعاذنا الله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أيوة ما شاء الله ممتاز عدم ممتاز مميز والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الله الله لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون يا سلام ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الله يا سلام ومن يفعل ذلك ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الله عذن الله 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 ومن يفعل ذلك يلقى Yeah.
الله 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 ما شاء الله مولانا حركت قلوب المستمعين حركت مشاعر المستمعين يا محرك القلوب يا صياد القلوب يا حبيبي والملايين والفلاحيين يا قاري العالم اللهم زيدك. إلا من تاب وآمن. نعم الله وفقنا الله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. أيوه أديت مولانا. نعم نعم ما شاء الله. فأولئك الله يجعلنا منهم إلا تكبير تكبير الله أكبر يا شيخ رك تفتخر بقراءتك هذه القاعة دائما إن شاء الله دائما إلى يوم القيامة الله أكبر وتشهد هذه القاعة إن شاء الله تقبل الله إلا من تاب علمنا يا أستاذ مولانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أكبر تكبير الله أكبر مقامات صعبة جدا ولكن لا يقرأ أحد إلا أمثالك وهذا فضل عليك ما شاء الله نعم نعم زدنا مولانا أنقذتنا تلاوتك من كل شيء يا شيخ نعم نعم الله أكبر وكان الله غفورا رحيما الله الله وكان الله غفورا رحيما نعم نعم ما شاء الله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا يا رب تبنا إليك يا رب تب علينا رحيم
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وفقنا يا رب وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين الله مين تكبير تكبير اللهم آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما تقبل الله الله تقبل والذين يقولون ربنا من شاوي هذا الزمان اللهم ازيدك يا مولانا ما شاء الله ما شاء الله هنيا لنا جميعا هنيا لكم يا مولانا زدنا زدنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ما شاء الله تمام مولانا ما شاء الله تقبل الله ما شاء الله سبحانك يا رب الله امين اللهم امين اولئك يجزون الغرفة ويلقون فيها تحية وسلاما الله الله خالدين فيها الله الله الله
بھائی تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل سے جو لائیو کر رہے ہیں اس میں نیٹ کا پرابلم پڑ رہا ہے اور اس وقت پوری دنیا میں شیخ کے اس پروگرام کو لوگ انگلینڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ قاری صاحب کے اوپر میسج آ رہا ہے کہ بار بار آواز کٹتی ہے، اور اس کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے بہت سے ساتھیوں نے اپنے موبائل سے ڈائریکٹ لائیو کر رہے ہیں۔ تو اپنے موبائل بند کر دیں تاکہ پوری دنیا میں لوگ دیکھ سکے، اور یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر، اتنا تعاون کریں آپ لوگ، اتنی محنت سے پڑھ رہے ہیں، اور لوگ بےچارے پوری دنیا کے اندر جو ہے نا عاشق رسول اور عاشق قرآن جو ہے نا حضرت کو سن رہے ہیں، اور قاری صاحب کو میسج کر رہے ہیں کہ بھائی لنک ٹوٹ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ساتھیوں نے اپنا موبائل چالو کر دیا ہے، تو نیٹ سارا ایک ساتھ چالو ہونے کی وجہ سے یہ نیٹ کو پرابلم ہو رہی ہے۔ تو تھوڑی آپ لوگ ہمارا تعاون کریں، جزاکم اللہ خیر۔ الله اكبر، تكبير، الله اكبر، ما شاء الله مولانا، سبحانك يا رب، الله 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 تكبير، الله اكبر، والله العظيم مولانا، نسينا كل شيء يا شيخ اليوم، نسينا كل شيء، اننا نذكر لا نذكر الا قراءتك، والله العظيم مولانا، ليست عندنا كلمات التمديح المدح، ما شاء الله، اولى حسنت مقامات الحرم، ما شاء الله، تلاوة رائعة، تلاوة مبكية، تلاوة خاشعة، تلاوة جذابة، ما شاء الله، اللهم زيدك يا مولانا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سلام.
سلمنا يا رب. الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم. يرحم يا رب. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبحانك يا رب. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء تكبير. الله أكبر. ما شاء الله. أحسنتم مولان. الله الله الله. ما شاء الله. يا ابن مصر. ما شاء الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. نعم نعم سبحانك يا رب. والذي قدر فهدى والذي أخرج الموعى. نعم نعم الله الله. فجعله أكبر. الله أكبر. العيون تدمع والقلوب تخشع. الله أكبر. ما شاء الله مولانا. سبحانك يا رب. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. نعم. فذكر. سبحانك. فذكر. صلوا عليه. فذكر. الله صلى الله عليه. فذكر إن نفعت الذكرى. نعم. الله الله عليك. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. ما شاء الله مولانا.
تخطب مع المستمعين بكلام سبحانه وتعالى. الله العظيم مقاماته محركة مفسرة ما شاء الله ما شاء الله. اهتزت قلوبنا واقشعرت جلودنا. إذا تليت عليهم تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم سبحان ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. اذكر الله ما شاء الله ما شاء الله. قد أفلح من تزكى قد أفلح من وذكر اسم ربه فصلى. وفقني يا رب وفقني يا رب. وذكر اسم ربه فصلى. ما شاء الله ديت ممتاز مميز. قد أفلح من وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الله أكبر ما شاء الله مستوى جميل. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أيوة نعم جميل ما شاء الله. صلوا عليه صلوا عليه اللهم صل وسلم وعلى سيدنا النبي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله أمن يا رب. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صلوا على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا النبي. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم ما شاء الله مميز مولانا تحقيق مميز. نعم 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 نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي
الله أكبر تكبير ما شاء الله مولانا الله الله سبحانك يا رب. المقامات تلعب بقراءتك ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم صدق الله الله أكبر تكبير الله أكبر الألفاظ كلها ستظل قاصرة يا شيخ ما شاء الله التعبيرات كلها قد فنيت والألفاظ كلها ستظل قاصرة أيوة قاصرة دعاء يلتمس تؤذن يا شيخ هو بعض المستمعين يلتمس الأذان إن شاء الله هذه القاعة يعني تفتخر بالأذان أيضا اليوم القيامة إن شاء الله الله يهديه بك إن شاء الله العالم كله في الهند خاصة في شبه القارة الهندية يقلد أذانك إن شاء الله وتهتز منابر المساجد في شبه القاضي الهندية إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله آج کا جو یہ پروگرام ہو رہا ہے جس میں ہم اور آپ جس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت سے محظوظ ہو رہے ہیں یقین جانئے کہ ہم اور آپ یہ جو سعادت ہمیں ملی ہے یہ ہمیں اور آپ کو حضرت مولانا حبیب صاحب دامت برکاتم کی تفیل اور صدقے میں ملی ہے لہذا میں آئے ہوئے تمام احمد آباد کے ساتھیوں کی طرف سے بندہ بہت ہی دلی مبارکبادی پیش کرتا ہے اور حضرت مولانا دامت برکاتم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے شیخ کو بلا کر ہمیں قرآن پاک کی ایسی تلاوت سننے کے لیے موقع عطا فرمایا ہم تو حضرت مولانا کو کچھ بدلہ دے نہیں سکتے نہ کوئی انعام دے سکتے لیکن یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں اپنی شاع نشان ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے آمین اور ایک اعلان یہ بھی سن لیں کہ آج شیخ نے تلاوت میں سجدے کی آیت پڑھی ہے کہ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ سجدہ تلاوت کر لیں ان شاء اللہ سجدے اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين وصل عليه يا ربي في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل عليه في كل وقت وحين اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا من عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت أكرمنا ولا تهنا وقل لنا ولا تكن علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا ومن شرور خلقك سلمنا وبالأعمال الصالحات توفنا ربنا وأنت
أراض عنا اللهم ارحمنا بالقرآن وزيننا بالقرآن وجملنا بالقرآن وارزقنا بالقرآن وشفعنا بالقرآن واجعله لنا في الدنيا منهاجا وفي القبر أنيسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الجنة رفيقا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأخرانا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك ومتعنا اللهم برؤياك وأسعدنا اللهم بتقواك واحشرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مکرمین سامعین، ہم آخر میں استقبال کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں خاص طور پہ ہمارے مہمان مکرم شیخ عبد الناصر کی طرف سے ساؤنڈ سسٹم والوں کا کہ انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس انتظام کو سنبھالا اور بہت ہی اچھے کلمات آپ کے لیے شیخ نے کہے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ مکرم سامعین، آج کے اس اجلاس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. کل عام و انتم بخیر. مرحبا مرحبا ضیفنا ضیفنا شیخنا شیخنا مرحبا 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 ضيفنا ضيفنا شيخنا شيخنا مرحبا 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 مرحبا, مرحبا, مرحبا